لو حد يشوف خروفي ده قبل العيد استعالة. ايه ده يا عم عمر؟ هو انت خايف لحسن يحسدهولك ولا ايه؟ لا هناكل منه حته ولا هنحسده، وهنرجعهولك سليم كامل 24 قراط. بس هي كل الموضوع هنعمل معاك كلمتين كده على الماشي. شوفوا بقى، بالنسبة للحسد أنا فعلا عامل حسابي وعامله حجاب قد كده عشان أنا عارف عينيكم. وبعدين بالنسبة لك أنت يا بنت حسن، قولي لأبوكي يلعب غيرها. يلعب إيه؟ يلعب غيرها، وإن شاء الله هتشوف الخروف ده أحسن خروف في المنطقة زي كل سنة. أنا خلاص فهمتكم، أيوة فكرنا حمار. معلش يا معلم، لا سمح الله اللي بتقوله ده. المهم دلوقتي إحنا عايزين خروف. المهم يا معلم توفيق، عايزين خروف يكون لابس، قصدي لابس في دماغكم بماء كويس كده عشان هنعمل معاه خلاص. موجود طلبكم، بس الخروف ده يعني محتاج ياكل الأول قبل ما يتكلم معاكم. صح يا لأ؟ صح يا معلم. طب يا معلم بقى بص أقول لك على حاجة، أكل الخروف وبرسيمه عندي أهو، يلا. ايه ده 20 جنيه؟ ده الخروف وجبته على الاقل ب 50 جنيه، صح يا سيدي؟ مفيش مشاكل، خد بس خلصنا يا معلم، مش مشكله اهو. ماشي ماشي، الخروف ده يعني بعد ما ياكل مش محتاج يحبس. صح يا صح يا معلم. يعني مش فاهم. ايوه يعني على الاقل يشرب حاجه بعد ما ياكل، يشرب مثلا ميه معدنيه. صح يا صح يا معلم. خروف يشرب ميه معدنيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا عم، مش مشكلة يا عم، خليه يشرب ميه معدنية. ماشي، وبعد يعني ما ياكل يشرب الميه المعدنية مش محتاج يعني يحبس بشيشة كده، أمال يعني يتكلم معاك وهو متعكنم. صح يا لأ؟ صح يا معلم. صح إيه بس؟ يا معلم توفيق، هو الخروف مزاجه عالي ولا إيه؟ والله هو كده اللي كان عاجبك، موافقين ولا مش موافقين؟ موافقين يا معلم. صح يا لأ؟ صح يا معلم. يا الله 10 على 10. في لقطة هنا بس من غير كلام، هما بقى بيصوروا ويعملوا حديث، بيعملوا حديث مع الخروف بقى، فاهم انت؟ خلاص يلوم خلاص. بص الحته دي زياده من عندي بقى اللي بتحصل دلوقتي، المعلم بتاعي بقى بيقول لهم خلاص. يا رب يكون جابها. بس ده هو ده اللي فهمتوه اساسا كلامي؟ جباش هو ده اللي فهمتوه من الشغل معايا؟ ما انا قلت ايه؟ هدوس على نفسي صغير؟ قلت صححتوه فشل، عمركم ما هتبقوا صاحبين متميزين. هو ده اللي انا قلته شخصيا اهو. بقول لك ايه هنا؟ كلمه كلام كويس كده.